السلام عليكم ورحمة الله. تنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. انتم متى تشوفوا هذا الفيديو؟ اليوم ان شاء الله غادي نديروا بطيبطات معمرين وميني بطبط معمر اللي عندنا ليه 600 او 700 غرام ديال الفورس اللي تيكون داك الفورس الزين. وعندنا ليه هنايا زلافه ديال الفينو، درت هنا جوج زليف فورس وحده فينو على حسب الزليف اللي عندكم. الفينو اللي هو الدقيق الناعم او هذا تيكون دقيق تاع القمح على هذا الشكل. وعندنا هنايا معلقه السكر ومعلقه الخميره اللي انا درتهم في الماء ودقبتهم وانا كبيتهم هنا، ومعلقه د خميره د الحلوه اللي هي 8 غرام، وهذه معلقه د الملحه من طبيعه الحال، والمعلقه ديال الزيت اللي غادي نوريها لكم نكبها كوايا معلقه او جوج ديال زيت الزيتون او زيت النبات كيما تبغيو. وندوزو نكبو هذا الشيء ونبداو نعجنو ان شاء الله. نبداو على بركه الله، نبداو نخلطو بهذه الطريقه وتنزيدو الماء، وملي نجمعوا العجينه ديالنا ندلكها واحد الشويه وغنسد عليها فواحد الباطه ان شاء الله. انا تنوجد جمعت العجينه وخليتها ارتاحت 5 دقائق ونرجع ليها باش تجيني ساهله في الدليك. غادي ندلكها دغيا بشويه الماء والملحه وتجينا خفيفه العجينه، نديروها ضروري خفيفه. شوفوا متى تخليوها 5 دقائق راه دغيا تتعجن، تبقاو ديروه هكا صافي تعجنوها غير دقيقه ولا جوج تحيد منها هاد الماء وتسدوا عليها في الباطه. نسد عليها ان شاء الله الباطه وندوز نوجدوا الحشوه ان شاء الله. بعد ما رجعنا للحشوه ديالتنا باش غنعمروا الطيبيطات ان شاء الله، عندي هنايا تقريبا واحد 400 غرام ديال الدجاج، والدجاج تيبقى على حساب الرغبه، داكشي اللي عندكم بغيت ديروه معمرين بغيت ديروه مخاوين بغيت تقلوا بغيت تكثروا اللي بغيتو. وعندنا هنايا البصله ماشي بزاف، ممكن ديروا البصله بزاف هاد لي ساندويتش ما يحتاجش قلبه البصله، وكاين اللي ما يديرهاش كاع. عندنا شويه الربيع القزبر ومعدنوس وكاع الربيع غادي نديرهم، واحد البصله صغيره اومونيا ما غاديش ندير البصله بزاف. عندنا واحد عاشق كبيره ديال لاكريم فريش، وكاين اللي كيعقدها بدانون مسوس، انا تندير لاكريم فريش، ممكن ديرو دانون مسوس غير عاشق باش ما يسيحوش لينا. ممكن الا شفتوهم شويه ناشفين تقدروا تزيدوا لاكريم فريش. وهذا اللي عندنا الزيت هذا نخليوه للقليان، واحد شويه ديال الخل، معلقه صغيره ديال الخل ماشي بزاف غير معلقه. وهادو التوابل ان شاء الله، عندنا الملحه عندنا البزار عندنا الثومه مطحونه عندنا الخرقوم عندنا السكنجبير عندنا التحميره اللي هي حاره ممكن تكون ما حاراش، عندنا معلقه د الكمون وعندنا واحد المعلقه ديال العطريه اللي كاتبين عليها المشوي او العطريه ديال البهارات ديال اللحم. كل واحد من بعد الكمون كاين هذا البهارات ديال اللحم او لا العطريه ديال المشوي، فيها الزعتر فيها تتكون زوينه كدير بها حتى المرقه وكيدار بها المشوي، هذه راه عطريه تسقلوا عليها. وكاين اللي كيقولوا العطريه ديال الشاورما ما علانا، ممكن تكتفي غير بهذه العطريه بلاش كاع هذه. وغادي نكب كل شيء وغادي نخلط الزيت ديالي، تا نكب منه واحد المعلقه ديال زيت الزيتون اللي غتجي زوينه ان شاء الله، غير معلقه ديال زيت الزيتون هكا راه تيجي رائع ان شاء الله وزوين. ونخلطو ونخليوه منوجدو الخبيزات ديالنا حتى يكون خمر، وعاد نطيبو هذا ان شاء الله، نخليه واحد ساعتين ساعه او ساعتين. غادي نغطيه كويا نخليه ساعتين ساعه او ساعتين، ممكن تخليه حتى نص نهار كاين اللي كيخليه يبات ما يحتاجش غير كويا صافي. بعد ما درت العجينه ديالتي عجنتها ودرتها هنايا تخمر، ها هي خمرت ضاعف الحجم ديالها او الدوبل صافي خمرو، ما يحتاجش تخمرو مزيان، ولا تنخلي العجينه تتخمر تعجبني ملي كتخمر. وندير يدي هكا في شويه الماء باش ما تلصقش لي بزاف العجينه في يدي، يدينا مغسولين من طبيعه الحال، تنحيدو منها البرد هكا وتنفزقو يدينا كي تفزق يدو غير بالدقيق. وغادي ان شاء الله نقرصهم بالفينو، الفينو راه تيجي تعجبني خير من الفارينه، وممكن تقرصو حتى بالفارينه. انا اليوم ان شاء الله غنقرص بالفينو باش الفينو تيديرهم زوينين، ونحيدو منها البرد ونديروا له هكايا تتشوفوها كيفاش كتولي ديك العجينه تتكون رطبه. شوفوا ندير الفينو ديالي هنايا ونبدا نشكل واحد الخبزه، ماشي حتى نديرهم انا نديرهم ميني بطبط، نشكل واحد الخبزه ونقرصها كبيره نقطعها نحطها بعدا ترتاح، ندير لها هكا نخليها ترتاح واحد 3 دقائق على ما نشكل كاع هادوك صافي. ونبدا نقرص نبدا ان شاء الله من الاولى نحطوها هنا ترتاح ونغطيوها هكا. خلينا العجينه ديالتنا ارتاحت، جينا تنقرصو نقرصوها بالمدلك ولا نقرصوها بهذا بيدينا ولا انا تنستعملهم بجوج، تنبقاو كنسرحوا العجينه تنسرحوها
بعد ما طلقناها تتشوفوها رقيقه، ولا بغيتوه يجيكم غليظ خليوها شويه غليظه. انا درت لي فيه الغليظ والرقيق، وانا ما لقيت شي حاجه تقطع لي، ما عنديش القطاعه، درت هذه جاتني صغيره، درت هذه جاتني كبيره، اللي ماشي مشكل. تنقطعوه بزلافه، ولا عندكم القطاعات؟ انا ما عنديش، ما تنتوفرش على القطاعات. وتنقطعوه كم مزيان، نزيدو حيده اخرى. هاد الجبابن عوجين، ماهوماش بحال القطاعات، ممكن زعما تعديو بهم ماشي مشكل. ونجيو لهنايا، ها نتوما انا درت وحيدات، ها هما شفتوهم كيف تشوفوا معايا. نقعدوها كل شتوها شويه عوجه، راه تجي ان شاء الله غير تخمر وتقاد. وانا درتهم قطعت بهادي، شوفوا كيفاش جاو، جاوني صغيرين اللي هما هادو. ونبقاو غاديين هكا بالجبان ديال تنقطعو، نقعدوهم كنكملوا العمليه. هذه اللي تقطعت، شوفوا بقات الجبان ديال ما تتقطعش مزيان. صافي نغطيو عليهم هكا تيخمروا، من نشوفهم خمروا شويه تنجيو تنخبزوهم. صافي نغطيو عليهم هكا باش يخمروا، نكملوا هذا الشيء. هالبطبول ديالنا بعد ما خمر، ها هويا شوف كيف تتشوفوا، غادي ان شاء الله نحطو في المقله يسخن. غادي درك نبدا نرمي، ما غادي نبدا بالقله، بسم الله نرمي القله ونرمي الثانيه ورميوهم كاع. ها ثلاثه هزت لي ثلاثه، وحنا الله تيبداو تيتنفخوا هكا شويه. صافي تنقلبوهم، دايره جوج مقايلات باش نسربي، وتنبقاو تنحركو فيهم هكا حتى يطيبوا. وها الاخرين حتى هما يا سيرين تيطيبوا، انا قلبت هادو شوف كيف تيجيو، ان شاء الله غادي يجيو زوينين. تنبقاو هكا تنقلبو فيها ونشوفو، ها هما طابو. صافي تقريبا راهم طابو، تنبقاو نقلبو فيها مره مره، وتندقرو هكا باش يطيبو من كل جويه. صافي صافي، بعد ما طابو تنهزوهم، راهم كلهم طابو تقريبا. شوفوا هادي قداش شحال صغيره، تجي زوينه راهي زوينه. شوفوا هادي شحال جات زوينه صغيره، درتها صغيره، درت واحد ثلاثه ولا اربعه، بنتي الصغيره تتبغيهم. ونبقاو غاديين تنكملوا ان شاء الله. هالخبيزات هما بعد ما طيبتهم تيجيو زوينه، تيجيو رائعين. بغيت نحل معكم حيده تشوفوها، نديرو بهم لي ساندويتش، شوفوا كيف تيجيو، راهم دايرين ما مدقسين ما والو، تيجيو زعما زوينين ورطبين. ونتمنى من الله تجربوهم، وندوزو دركا للحشوه باش غنديرو الساندويتش، شويه الشلاده وشويه هذا، نطيب الدجاج. ما وجدت هذا الشيء باش غنعمر لي ساندويتش ديالي، غادي ندوز نطيب ان شاء الله اللحم. بعد ما المقله سخنات غنديرو شويه الزيت على حساب، جوج معالق كبار او ثلاثه على حساب اللحم اللي عندكم. نقدر خليت واحد ثلاثه د السوايع ولا حتى خبز الخبز كاع. دركا نديرو في المقله ونجهدوها عليه شويه باش يطيب، ما يكونش فيه الماء، باش يجينا شويه ناشف. ما قويناش البصله لانني غندير شويه البصله كارمه. تنبقاو تنحركو هكايا طالعه واحد الريحه زوينه بهذيك العفريقه اللي كاتبين عليها المشوي، واحد العفريقه راه تقنى. وهذا نبقاو كنحركو حتى يطيب. بعد ما طاب صافي طفيناه، دركا غندوزو نشكلو هذا ديالنا لي ساندويتش. تنهزو حيده نقطعوها هكا بالمقص، تنقطعوها هكا بالمقص ونحاول نحلوها هكايا بعاشق ولا هذا. وندير هنايا، عندي هنايا المكونات اللي ما ذكرتهمش، عندي هنا شويه الفرماج اللي تقولوا ليه الشيدار، عندي هنا شويه الشلاضه، شويه هذه الماطيشه، شويه البصله اللي تتكون ممكن نتوما ديروها خضره، اللي هذه كارمه ممكن ديروا البصله خضره. وعندي هنا شويه لاصوص اندالوس، وعندي هنا شويه المايونيز، شويه الكيتشب. وندوزو نديرو المايونيز وبالقل، نديرو على داكشي قياس اللي تيبغيو، اللي تيبغي المايونيز بزاف داكشي تيبقى احتكاري، اللي يبغي قاقوط لاصوص يديرو، اللي ما يبغيش يدير قياسو. ونبداو نحل واحد الفرماج، اللي ما تيبغيش بزاف لي صوص ممكن يزيد شويه لا كريم فريش ملي قرب يطيب الدجاج، ويدير لاصوص من هذاك الكريم فريش اللي تنبغي تعمروه مزيان. عمروه مزيان، تعمروه شويه، عمروه غير شويه. ونديرو هكا دابا، نديرو الفرماج ديالنا فوق، ولا لي صوص اللي تيبغي لاصوص، غندير شويه لاصوص هكايا اندالوس فوق اللحم، ماشي بزاف غير القياس. اللي تيبغي الكيتشوب انا ما غاداش نديرو، ما تنبغيش، والدراري كلها غيدير ساندويتش اللي تيبغي. المهم الفرماج ها هو، والماطيشه، نسيت البصله كان عندي نديرها فوق اللحم، معليش كلشي تيتخلط. شويه البصله غير القياس،
كنفضلها خضره، والدراري تيبغيو هذيك المشويه. تنديروا الشلاضه وتنديروه، كنديروا اللي بغينا تنديروه صافي. تنسدو هذا ديالنا راه تيجي زوين ورائع. وها لي ساندويتشات ديالنا ها هما جاوا زوينين، تنتمنى من الله تجربوهم، راه تيجيو زوينين ورائعين. الخبز راه فيه هذا درتو فيه قاقوت الفينو وقرصتو بالفينو، راه تيجي رائع وزوين. تنتمنى من الله تجربوه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.